السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم عن الماجوريتي اليمنت الجوريزم. ايه هي الماجوريتي اليمنت؟ لو عندي اري فيها مجموعه ارقام، فالماجوريتي اليمنت هو اكتر رقم يتكرر بحيث يكون عدد مرات تكراره اكبر من نص الاري دي. فمثلا لو عندي الاري كانت 3 3 4 2 4 4 2 4 4، فهنلاقي ان اكبر رقم يتكرر هو الاربعه، والاربعه دي تتكررت عدد مرات اكبر من النص بتاع الاري. ففي الحاله ديت 4 هي الماجوريتي اليمنت. هنعمل كذا الجوريزم ليها وهنشوف الكومبلكسيتي بتاعه كل واحده منهم، وفي الاخر هنعمل امبلمنتيشن لاقل واحده في التايم. اول طريقه هنستخدم اللينير سيرش والفريكوينسي اري. الفريكوينسي اري هي عباره عن اري بتخزن تكرار رقم معين، يعني مثلا لو عندي رقم 4 اتكرر 4 مرات فهي هتخزن الاربعه اللي هي عدد مرات تكرار الاربعه، مش هتخزن الاربعه نفسها. بمعنى ان الاندكس هيبقى الرقم والفاليو اللي جوه الاندكس دوت عدد مرات تكرار الرقم. فلو مثلا عندي اري كانت فيها 1 2 3 99، فبالتالي هيبقى الفريكوانسي بتاعه كل واحده منهم 1. كل اندكس من الاندكسز اللي احنا قلناها هي ديت اللي هتبقى فيها الواحد او فيها الاليمنت، والباقي هنخليها 0. فبالتالي هنبتدي اول حاجه اللي احنا هنست فريكوانسي اري السايز بتاعها عباره عن الماكس فاليو، اللي هو زي ما احنا قلنا ان انا الاندكس بتاعي هو الفاليوز اللي بتتحط نفسها. فبالتالي لو انا عندي الفاليوز اقصى حاجه فيها كانت 1000، فالماكس فاليو هنا اللي هو السايز بتاع الاري هيبقى 1000، لان انا بقول ان الفريكوينسي اري اوف 1000 بتساوي كذا. هنيجي بعد كده هنقول الماجوريتي اليمنت هتبقى فيها اري، هناخد اري من اليوزر هتبقى فيها الاندكسز من اول الزيرو لحد الان ماينس 1، وهناخد منه الان اللي هي السايز. هنيجي بعد كده هنست ماجوريتي فريكوينسي ب 0، اللي هو تكرار الماجوريتي هيبقى ب 0 في البدايه خالص، والماجوريتي فاليو اللي هي الفاليو بتاعه الماجوريتي ديت هتبقى ب 0 برضه. هنيجي بعد كده هنبتدي اللي احنا نعمل لوب، اللوب ديت من اول الاي ب 0 لحد الان ماينس 1. فانا كده ماسك من اول اليمنت في الاري لحد اخر اليمنت. هاجي بعد كده هقول له ان الفريكوينسي اري اوف الاري اوف الاي بلس بلس. فبالتالي انا بعمل ايه؟ انا بمسك الفاليو اللي معايا، الفاليو نفسها اللي هي الاري اوف الاي، وبزود الفريكوينسي بتاعت اللي هي بتبقى هي في حد ذاتها الاندكس بتاعي، وبزود الفاليو اللي في الاندكس دوت اللي هي بدايتها كانت 0. فلو جينا اللي احنا نشوف المثال بتاعنا، انا باجي اول حاجه فريكوينسي اوف 3 بلس بلس، فريكوينسي اوف 3 بلس بلس كمان مره، فكده الاندكس التالت او الاندكس رقم 3 الفاليو اللي فيها بقت 2. بعد كده هنقول الفريكوينسي اري اوف الاربعه اللي هي ديت هتبقى بلس بلس، فانا كده زودت الاندكس 4 بقى الفاليو اللي فيها 1، وهكذا لحد لما نخلص الاري كلها. هنيجي بعد كده هنقول لو الفريكوينسي اري اوف الاري اوف الاي اكبر من الماجوريتي فريكوينسي، يعني انا المفروض ان انا ماجوريتي فريكوينسي اللي هي كانت بدايتها بزيرو، فانا بقول له لو الفريكوينسي اري اوف الرقم دوت، يعني مثلا هنقول الفريكوينسي اري اوف الثلاثه اللي هي كانت اول رقم، لو هي كانت اكبر من الماجوريتي فريكوينسي هيقول ان الماجوريتي فريكوينسي بالفريكوينسي اري اوف الاري اوف الاي، اللي هو اللي انا كده اخدت الفريكوانسي بتاعتها نفسها، وبعد كده اقول ان الماجوريتي فاليو هتبقى الاري اوف الاي اللي احنا كنا هنا بنستخدمها كاندكس. كل الكلام ده بيحصل جوه اللوب بتاعتي، ان انا بدايتي من اول الزيرو، فكل اليمنت بنعمل نفس الخطوات دي. وصلت لاخر اللوب، فهقول ريتيرن ماجوريتي فريكوانسي لو هي كانت اكبر من السايز على الاثنين، عشان احنا قلنا ان انا الماجوريتي هيبقى لازم يكون متكرر اكتر من السايز بتاع الاري على 2، فانا بقول له لو هي كانت الماجوريتي فريكوينسي ديت كانت اكبر من السايز على الاثنين يبقى هيطلع لي الماجوريتي فاليو، غير كده يبقى معناها ان هو ما لقاش ماجوريتي فهيطلع له ماينس 1. يعني احنا لما قلنا هنا ان الاربعه اتكررت 5 مرات، فبالتالي الخمسه هي الماجوريتي فريكوينسي والاربعه هي الماجوريتي فاليو، فبالتالي هنا الخمسه كانت اكبر من السايز على الاثنين فاما يطلع لي الاربعه، لو ما لقاهاش يبقى هيطلع له ماينس 1. لو جينا اللي احنا نشوف التايم بتاع الكلام دوت، فهنلاقي ان البيزك اوبريشنز هي الايكواليتي والانكريمنت. فالتايم بتاعنا عباره عن السميشن بتاع الاي من اول الزيرو لحد الان ماينس 1، اللي هي التايم بتاع اللوب ديت من اول الزيرو لحد الان ماينس 1. فهنقول اللي هي تبقى ان ماينس 1 ماينس الزيرو بلس 1 هتبقى مين في الاخر؟ سيتا ان. دي كده الميثود الاولى. طيب الميثود الثانيه هناخد الاري من اول الزيرو لحد الان ماينس 1 والسايز بتاعنا اللي هو ان. هنيجي بعد كده هنعمل سورت للاري عشان هنحتاج الاري تبقى سورتد. طبعا السورت هنا هنستخدم الميرج سورت، فبالتالي الكومبلكس بتاعتها ان لوج ان. هنيجي بعد كده هنست ماجوريتي كاونت بواحد اللي هو عدد مرات تكرار الماجوريتي، واني تشيك اللي هو الرقم اللي احنا هنعمل التشيك عليه اللي احنا هنمسكه وهنقارن بيه الارقام الثانيه، هنخليه في البدايه خالص بالاري اوف الزيرو، وهنقول ان الماكس ماجوريتي كاونت اللي هو اقصى رقم اتكررت بيه هنخليها ماينس 1. هنيجي بعد كده هنقول الماجوريتي اليمنت اللي هو الرقم اللي اتكرر ماجوريتي، هنعمل لوب الاي هتبقى من 1 لحد الان ماينس 1،
طب ليه من اول واحد؟ لان احنا قلنا الاراي اوف الزيرو كانت اوريدي موجوده من الاول، فاحنا هنبتدي نقارن الحاجه بالاراي اوف الزيرو. فهنقول له لو الان تشيك كانت بتساوي الاراي اوف الزيرو فمعناها ان انا الرقم اتكرر، يبقى كده الماجورتي كاونت هتزيد واحد، يبقى هي كده كانت واحد هتبقى اتنين. طيب إلس لو ده ما حصلش، فبالتالي معناها ان الرقم اللي انا واقف عليه مختلف عن الرقم اللي انا كنت واقف فيه في الاول. ففي الحاله ديت هنقول ان الماجورتي كاونت هترجع بواحد، والانت تشيك هتبقى الاراي اوف الاي. يبقى انا كده خلصت من الرقم اللي في الاول ومش هشتغل عليه تاني. طيب هنيجي بعد كده هنقول لو ماكس ماجورتي كاونت كانت اقل من الماجورتي كاونت الحاليه اللي انا واقف فيها، فمعناها ايه؟ معناها ان انا في رقم اتكرر اكتر من الرقم اللي انا كنت فاكره اللي هو الماجورتي، فبالتالي هنغير الماكس ماجورتي كاونت هنخليها ماجورتي كاونت، والماجورتي اليمنت في الحاله ديت هيبقى هو الاري اوف الاي اللي انا واقف عليها دلوقتي، لان طالما لقيت ان الماجورتي كاونت بتاعتها اكبر من الماجورتي كاونت القديمه او الماكس ماجورتي كاونت، يبقى اكيد الماجورتي اليمنت هيبقى متغير برضو اللي هو هيبقى الاري اوف الاي بتاعتي دلوقتي. هنيجي بعد كده هنقول له لو لقيت ان الماكس ماجورتي كاونت اكبر من الان على الاثنين، يبقى معناها ان انا خلاص لقيت الرقم الماجورتي فهريتيرن الماجورتي اليمنت. لو الكلام دوت ما لقيتهوش في الحالة دي هيريتيرن ماينس 1. لو جينا اللي احنا نشوف التايم بتاعتها، فعندنا اول حاجة السورت كانت ان لوج ان، بعد كده التانية هتبقى السميشن بتاعت الاي من اول واحد لحد الان ماينس 1، فبالتالي ان لوج ان بلس ان ماينس 1 ماينس 1 بلس 1 هتبقى ان لوج ان. الميثود الاولى احسن من الميثود التانية من ناحية التايم كومبلكستي. لو جينا اللي احنا نشوف الميثود التالتة هنشتغل بروت فورس، فهنبتدي اللي احنا برضو الاري بتاعتنا من 0 لحد الان ماينس 1، والان بتاعتنا اللي هي السايز هناخدها من اليوزر، هنقول له فور ان الاي بتساوي 0 لحد الان على الاثنين، يبقى احنا كده هنوصل لنص الاري. هست الكاونت بواحد، هيجي هقول له ان الجي من اول الاي بلس 1 لحد الان ماينس 1، كده انا بادي الاي من اول الزيرو وبادي الجي من الرقم اللي بعديها على طول. لو الاري في الجي كانت بتساوي الاري في الاي، يبقى انا هزود الكاونت، لان انا دلوقتي معايا اري حاطط فيها الاي من البدايه خالص اللي هي مثلا هتبقى اري في الزيرو، وعندي الجي هتبقى اري في الوان، فبالتالي هبتدي من اول الاري في الوان لحد الاخر. لو لقيت ان انا الرقم اللي انا واقف عليه بالجي كان بيساوي الاي، يبقى معناها ان الرقم دوت اتكرر، يبقى في الحديث انا بزود الكاونت بتاعتها. طيب بعد لما خلصت اللهفه بتاعتي ديت، هل الكاونت كانت اكبر من الان على الاثنين؟ لو دوت حصل فمعناه ان انا الرقم اللي انا كنت واقف عليه بالاي اتكرر اكتر من نص الاري، يبقى في الحاله دي هو دوت الماجوريتي، يبقى هريتيرن الاري اوف الاي. طيب انا خلصت اللوب بتاعتي اللي جوه مع كل الارقام اللي بره من اول الزيرو لحد الان على الاثنين، يبقى في الحاله ديت انا ما لقيتش الرقم الماجوريتي فهريتيرن ماينس 1. فبالتالي لو جينا احنا نشوف التايم كومبلكسيتي بتاعتها، هنلاقيها اللي هي السميشن بتاعه الاي واحد لحد الان ماينس 1 للجي من اول الاي بلس 1 لحد الان للواحد، عشان البيزك اوبريشن اللي جوه بتحصل جوه اللي هي الكونديشن بي انكريمنت، فدي هتبقى التايم بتاعها واحد. فاحنا عندنا اللوب اللي بره من اول الواحد لحد الان ماينس 1، واللوب اللي جوه من اول الاي بلس 1 لحد الان، فبالتالي هنقول هنا ان دي هتبقى النص ان سكوير. النص ان سكوير دوت بينتمي للثيتا ان سكوير، فالتايم بتاعتنا هنا هتبقى ان سكوير. طبعا كده الميثود الاولى احسن من الميثود الثانيه، والميثود الثانيه احسن من الميثود الثالثه. فلو جينا اللي احنا نشوف هنا، الميثود الاولى كانت ثيتا ان، الثانيه كانت ثيتا ان لوج ان، الثالثه كانت ثيتا ان سكوير، فبالتالي الاولى احسن واحده اللي هي اقل حاجه في التايم كومبلكسيتي، وهي ديت اللي احنا هنعمل لها امبلمنتيشن. لو جينا اللي احنا نشوف الكود بتاعها بتاع الامبلمنتيشن سي، فهنلاقي انكلود ستوديو دوت اتش وسليب دوت اتش. هنيجي بعد كده هنقول اري، هنفترض ان اكبر رقم ممكن اليوزر يدخله هو 10000، ما يقدرش اللي هو يدخل رقم اكبر من كده. الفانكشن هتاخد الاري وهتاخد السايز. طيب هتيجي بعد كده هنقول له انت ماجوريتي فريكوانسي هتبقى بزيرو والماجوريتي فاليو بزيرو. هنيجي بعد كده هنقول له فور انت الاي بتساوي الزيرو والاي اقل من السايز، السايز اللي هو مين؟ السايز بتاع الاري اللي هو اليوزر مدخلها، والاي بلس بلس الفريكوانسي اري اوف الاري اوف الاي بلس بلس، يبقى انا بزود الفريكوانسي بتاعه الرقم اللي اليوزر مدخله تبع الاري ديت، او الاندكس بتاع الفريكوانسي اري هتبقى هي الفاليو بتاعه الاندكس اللي احنا واقفين عليها باللوب ديت، وهنزودها هنا. هنيجي بعد كده هنقول لو الفريكوانسي اري في الاري اوف الاي كانت اكبر من او بتساوي الماجوريتي فريكوانسي، يبقى انا دلوقتي كده الفريكوانسي اري بتاعتي هنا كانت اكبر من او بتساوي الماجوريتي فريكوانسي، يبقى انا هقول له ان الماجوريتي فريكوانسي الجديده هتبقى بتساوي الفريكوانسي اري اوف الاري اوف الاي اللي هي اللي معايا دلوقتي، لان اللي معايا دلوقتي اكبر، وبالتالي الماجوريتي فاليو نفسها هتبقى الاري اوف الاي.
طب انا خلصت اللوب بتاعتي وخرجت، هن return الماجوريتي فريكوانسي كانت اكبر من السايز على الاثنين، لو ايوه هي return الماجوريتي فاليو، لو لا هي return minus 1. طبعا احنا بننادي عليها ازاي في المين؟ عندنا مثلا هي الريزلت بتاعتنا هنخزنها في variable، هننادي على function اللي هي majority element، هنبعت له اسم الاري وهنبعت له السايز بتاع الاري ديت، هنبرنت بعد كده الريزلت اللي هتطلع لنا اللي هي في الحاله دي هتطلع 2 بس كده.